جديد. الدعاية الفيسبوكية أو الترويج لصفحتك على الفيسبوك مهنة رائجة في لبنان، روادها سياسيون ومفعلوها من عامة الشعب. السياسيون اللبنانيون يصرفون مئات آلاف الدولارات على دعاية الفيسبوكية لشراء المعجبين على غرار ما يشتري بعضهم أصواتا انتخابية، وكلما نقر شخص لايك على صفحة سياسي ما يحصل على دولار أو حتى أكثر. الترويج للسياسيين على الفيسبوك تجارة رائجة في لبنان، حيث يدفع بعضهم مبالغ طائلة لإنشاء صفحاتهم. هنا إحدى الشركات اللبنانية التي تعمل على تسويق السياسيين إلكترونيا وعلى تقديم الاستشارة لهم بعد دراسة هواجس ومشاكل المنطقة التي ينتمي إليها السياسي. في كثير سياسيين اشتروا فانز، بس للأسف يعني في اكزامبل مش من زمان صار مع سياسي من منطقة البقاع وعن منطقة زحلة، كان عنده شي 80-90 ألف فان بليلة، يعني ب 24 ساعة اختفى 30-40 ألف فان، لأنه فيسبوك دائما بيعمل تشيك أب شو عم بيصير أمور، وكل شيء منه ريجسترد أكونت دغري بيشيله. أنفورشن كثير رخيص الفان، يعني 10,000 فان بعتقد بكلفوا 200 أو 300 دولار أو 500 دولار أبروكسيماتلي، ماشي لأنه بدقيقة، يعني هو سيستم لعبي لك إياهم دايركت. الوزير السابق زياد بارود، وعلى الرغم من استقالته من منصب وزارة الداخلية قبل عامين، إلا أنه باق على تواصله مع آلاف اللبنانيين على صفحات الفيسبوك. صفحة أنشأها أصدقاؤه قبل مغادرته الوزارة وأبقاها هو بسبب التزايد المستمر لعدد متابعي الصفحة. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء أساسي من الحملة الانتخابية، أصبحت يعني لا مفر منها، ولكن يجب أن تستعمل بذكاء، يجب أن تستعمل بطريقة فعلا تكون تواصلية ولا تكون يعني وكأنها بيان رقم واحد. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بارود بأنه لم يلجأ إلى شركات مماثلة، لم يخفي النائب اللبناني بطرس حرب لجوءه إلى الاستشاريين لإنشاء صفحته. من طبيعي أني لجأت لبعض الناس ساعدوني على وضع صفحة الفيسبوك. هلا هذه صفحة لما بستعملها للدعاية الانتخابية بمقدار ما بستعملها للتواصل الاجتماعي مع الناس، اسمع رأي الناس وتواصل مع الناس والناس تتواصل معي، وهذا أمر طبيعي لأن ما بده يولج عالم الحداثة بصير متخلف عن واقع تطلعات الناس ولا سيما الشباب. وجوه جديدة أطلت على الساحة السياسية اللبنانية، ومنهم الشيخ أحمد الأسير الذي يعد الأول والأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي. صفحة الأسير تضم أكثر من 300 ألف متابع، ولكن معظمهم من غير اللبنانيين. يليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان. الناشط السياسي في 14 آذار صالح المشنوق يتربع على المرتبة الثالثة، متفوقا على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يحتل المرتبة الرابعة في سلسلة طويلة من صفحات السياسيين الإلكترونية. بحسب توقعات الخبراء، فإن الإقبال على شركات الترويج الإلكترونية سيزداد مع تحديد موعد للانتخابات النيابية المقبلة. من بيروت، غنوة يتيم، العربية. معي من بيروت لمزيد من المتابعة الدكتور أيمن عيتاني، أستاذ الإعلام الاجتماعي في الجامعة اللبنانية الأمريكية. دكتور أيمن، أهلا وسهلا بك. هل فعلا نحن نتحدث هنا عن ظاهرة مستفحلة في المجتمع اللبناني كافة أم لا، فقط لدى طبقة السياسيين؟ يعني نحن عم نشوفه هلا السياسية هن مرتاحين على التلفزيون على الجريدة وعلى الراديو، بس كموضوع كإعلام اجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب موضوع جديد عليهم، فعم يفوتوا فيه شوي شوي، وخاصة في انتخابات جاية لهلا لقدام. هلا نحن عم نعمل يعني دراسات عن السياسية والحركة على السوشيال ميديا من نوفمبر 2011، وعم نشوف في عدد أكبر منهم عم يكون موجود على السوشيال ميديا، يعني كل يوم عم بيزيد عددهم وعم يكون عندهم حركة أكثر. بس هذا السؤال دكتور أيمن، يعني هذا يعكس ماذا؟ يعني عندما يريد السياسي في لبنان أن يشتري معجبين ولو بالمال على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، يعني ماذا؟ يعني أنه في لبنان الذي لديه أكبر عدد من الفولورز أو على الفان بيج، يعني أنه السياسي الناجح والسياسي المحبوب أم؟
السياسي اذا بده ينجح على السوشيال ميديا اذا اشترى على حسابات الوهميه منه حيستفيد. اذا بده ينجح على السوشيال ميديا بده يتواصل مع الناس، بده يرد عليهم وبده يتواصل معهم. عم نشوف نحن انه هلا اكثريه العالم يطلع يشوفوا انه هذا السياسي عنده هالقد فانز وهيك، اذا بيطلعوا مزبوط ويطلعوا على لما يعمل بوست او يطلع صوره او يطلع بقرار معين، كم واحد بيتواصل معه منهم لهول الحسابات الوهميه؟ هون الشطاره بتكون انه الواحد يكون عنده عدد من الناس بيلحقوه وبيتواصلوا معه دائما. بس كيف بيتم التفريق يعني كيف انتم يعني انتم كباحثين كيف تستطيعون التمييز؟ ممكن واحد يعني سياسي مأجر جايب شخص يشتغل له على موقعه على الفان بيج تبعه ويحط له بوستات من الان حتى تقوم الساعه يعني، ويجيب له فولورز مثلا بالمصاري على كل نقره يعني. هو هين كتير واحد يفتح صفحة وهين كتير يجيب فانز وهين كتير من كل يوم يطلع صور وحكي. صعب كتير لقي ناس تعملوا لايك تعملوا كومنت، ولما يطلب منهم شيء معين مثل تصويت أو يساعدوه أو يحضروا على التلفزيون أو يشوفوا شيء عم بيعمله هو، صعب كتير إنه يوصل هالمرحلة، لأنه هو أكثرية الناس اللي مجمعون إذا مجمعون بطريقة غلط ما رح يتفاعلوا معه، لأنه هو الحسابات وهمية بس للمنظر. طيب دكتور أيمن عتاني أستاذ الإعلام الاجتماعي في الجامعة اللبنانية الأمريكية، يعني قبل أن تفوتني ولو سأقول يعني بعض اللبنانيين يقولون أنه ليش لن نقرهم لايك، لازم لا بدهم نقر على راسهم السياسيين في لبنان. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن.